السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب حضراتكم تكونوا بخير. بإذن الله هكون معاكم الترم ده في مادة اسمها الجينومكس، ممكن تعتبرها ان هي بايو انفورماتكس 2. الكونسبت اللي أخدناها الترم اللي فات في البايو انفورماتكس والالجوريثمات استيل معانا عشان نبدأ نفهم الكورس ده بنجاح. المفروض بإذن الله الترم ده هناخد الجوريثمات جديدة، هناخد ابروتشز جديدة في التعامل مع البيولوجيكال داتا. أتمنى بإذن الله تستمتعوا معايا في الكورس ده، ويلا بينا نبدأ أول محاضرة. أول محاضرة هناخدها في مادة الجينومكس بعنوان الجينوم اندكسنج اند ريدز مابينج. قبل ما نخش في المحاضرة تعالوا نعرف شوية معلومات عن المطلوب مننا في المادة وعن المادة. الكود بتاع المادة MED 145، وطبعا المادة اسمها جينومكس. الميتنج تايم بتاع المادة كل 2 وكل 4، الاثنين الفترة الأولى والأربع الفترة الثالثة. أنا الكورس انستراكتور والتيتشنج أسيستنت باشمهندسة ندى المداح وباشمهندسة علا مجدي. الكورس لاب هنتطرق لبعض أوامر اليونكس للتعامل مع البيولوجيكال داتا، وهناخد شيل سكريبتنج وهنطبق بعض الألجوريثمات بالبايثون. الكورس جريدنج، زي ما احنا عارفين ان الكورس من 100 متقسم 40 اعمال سنة و 60 فاينل. 40 اعمال السنة متقسمة 10 مترم، 10 شفوي، 10 عملي و 10 بروجكت. البروجكت الاول هيكون بيبر او هيكون عبارة عن مشروع، هنشوف معلومات عنه بعد شوي. تمام؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان المشاريع الجامدة، المشاريع اللي فعليا الناس بذلت فيها مجهود، هنقفل لها درجة العملي والشفوي. زي ما انتم متعودين معايا، فانا بحب ان انا اربط كورسات الكلية ببعضها، نشوف المادة بتاعتنا معتمدة على كورسات ايه اخدتوها قبل كده، والمفروض بعد كده المادة دي هتأثر في كورسات هتاخدوها في سنة رابعة ازاي. طبعا لازم تكون عارف ان احنا في الجينومكس لازم نكون معتمدين ان احنا فاهمين الكورسات اللي احنا اخدناها قبل كده، اللي ليها علاقة بالبيولوجي واساسياتها، اللي ليها علاقة باساسيات البرمجة، اللي ليها علاقة باساسيات الرياضة والجبر والاحتمالات وما الى ذلك. لان بعد كده المفروض ان احنا هنستخدم النظريات اللي خدناها قبل كده في المواد المختلفة، ان احنا نصيغ نظريات جديدة او ابروتشز جديدة في التعامل مع البيولوجيكال داتا. تمام؟ طيب، من سنة أولى المفروض زي ما احنا عارفين البرمجة نكون كويسين فيها، أساسيات البيولوجي اللي احنا أخدناها تكون في دماغنا، أساسيات الرياضة والاحتمالات والبروبابيليتيز. بعدين في سنة تانية طبعا الداتا ستراكشر وطبعا الجينيتكس هيكونوا معانا برضو ككونسبت ونكون فاهمينهم. طبعا في سنة تالتة وفي سنة رابعة لأن المواد بتكون متداخلة شوية، فالفكرة كلها اللي أنا عاوز أوصله عشان تفهم جينومكس صح لازم تكون فاهم بايو انفورماتكس صح، وعشان تكون فاهم بايو انفورماتكس صح لازم طبعا يكون فاهمين برمجة صح، أساسيات بيولوجي صح، رياضة واحتمالات صح وما إلى ذلك. طيب الفكرة كلها ان المادة بتاعتنا هتأثر في المواد اللي جاية بعد كده ازاي. هتاخدوا مادة اسمها Medical Informatics، فالمادة دي هتعتمد على مادة الجينومكس، كمان الجوريثمات كتيرة هناخدها في المادة دي ليها علاقة بالماشين ليرنينج وما الى ذلك. فالفكرة كلها اللي انا عاوز اوصله ان المادة دي هتفتح مداركك في حاجات كتيرة وفي approaches كتيرة وفي مواد كتيرة هتاخدها في الفرقة الرابعة يعني وفي الفرقة الثالثة السنة دي. طبعا انا لميت كل المواد، الفكره كلها ان البايو انفورماتكس، الجينومكس، الميديكال انفورماتكس، الارتفيشال انتليجنس، الماشين ليرنينج، الالجوريثم اناليسيس اند ديزاين، البيج داتا، الديستريبيوتد سيستم، الكلاود كومبيوتنج، الباتر ريكوجنيشن، كل دي ممكن نعتبرها مواد هتاثر وتؤثر في الماده بتاعتنا. نيجي بقى للكورس بروجكت. المادة الترم ده ليها بروجكت، البروجكت من 10 درجات، وزي ما قلت ان البروجكتات الكويسة ممكن تزيد ل 30 درجة، يعني يكون عندي 10 مترم ونقفل لها ال 30 التانيين. طيب البروجكت الترم ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة انت ليك اختيارين، يا اما تعمل بروجكت عملي، فبالتالي هتعمل برنامج، البرنامج ده ممكن يكون موبايل، ممكن يكون ويب، ممكن يكون ديسكتوب ابليكيشن، على حسب ما حضرتك تحب.
يبقى ده برنامج. الجزء الثاني بيبر، تختار بيبر منشورة 2020 أو 2021 in general في مجال البايو انفورماتيكس والجينوميكس، أو تحديدا إن إحنا البيبرات اللي ظهرة في التعامل مع السارس كوفيد 19 as a data analysis، ممكن نقول دراسة الميوتيشنز والفاريشنز بتاع السارس كوفيد 19. فإحنا ممكن نركز as a paper بتدسكس التوبيك ده، أو ممكن ناخدها بيبر بتشرح أو بتشرح كونسبت، أو ممكن نقول بتشرح مشكلة، أو ممكن نقول بتشرح طول في مجال الجينوميك والبايو انفورماتيكس بصفة عامة. فقدامك يا تعمل كود أو برنامج، أو تختار بيبر وتبدأ تعمل لها أناليسز تفهمها وبناء عليه تعمل ديسكشن على البيبر دي. تمام؟ طيب نيجي بقى أول حاجة بالنسبة للمشروع العملي أو الناس اللي هتختار الكودينج. انت مطلوب منك اول حاجه تختار لغه البرمجه اللي انت مرتاح ليها، تمام. تاني حاجه انت لو عاوز تعمله موبايل ابلكيشن تمام، عاوز تعمله ديسكتوب ابلكيشن تمام، عاوز تعمله ويب ابلكيشن تمام، ليك الحريه. طيب التيم الواحد ما يزيدش عن 5 ستودنت. المفروض انك هتختار فكرة من الافكار اللي انا هقولها بعد شوية. لو حضرتك مش عاوز فكرة من الافكار دي وعاوز فكرتك المفضلة فتمام، حضرتك ليك الحرية انك تختار فكرة زي ما انت عاوز. انا المفروض هطلب منك ايه في البروجكت؟ اول حاجة حضرتك بتقدم لي حاجة اسمها بروجكت بروبوزل. ايه معنى بروجكت بروبوزل؟ هو عبارة عن الكونتراكت او الاتفاقية اللي ما بيننا وبين حضرتك. معناها ايه؟ هو عبارة عن ملف حضرتك بتكتب لنا فيه معلومات عن المشروع اللي انت هتقدمه. اول حاجة المشروع ده عبارة عن ايه؟ ايه المشكلة اللي بيحاول يحلها؟ ايه الالجوريثم او الابروتش بتاعك في الحل؟ في نفس الوقت ايه التكنولوجي او التول اللي انت هتستخدمها عشان تطبق الحل ده؟ وكمان التيم بتاعك والمفروض كل واحد التاسك بتاعه هيكون ايه؟ ده هيكون في ملف وورد حضرتك هتبعته لنا. دي اتفاقية بمعنى أدق هتبعتها لنا في أول السنة، في آخر السنة هنحاسبك على كل الكلام المكتوب في قلب البروبوزل ده. تاني حاجة هتعمل صفحة على جيت هاب ليك، هتحط فيها كل الكونتنت المتعلقة بالمشروع ده، بمعنى هتحط فيها البروجكت بروبوزل، هترفع السورس كود بتاعك، هيكون عندك ريدمي فايل تشرح فيه الفكرة أو التول اللي انت عملتها وإزاي أنا هرنها أو إزاي أنا أستخدمها كيوزر مانيوال يعني. بعدين هينطلب من حضرتك إن حضرتك كمان تصور لنا فيديو من 5 دقايق تشرح فيه الفكرة بصفة عامة، وفي نفس الوقت تشغل لنا فيه الكود بتاعك وتعمل لنا ديمو بسيط تشغله على داتا انت اللي تختارها. طبعا الفيديو يفضل يكون بالانجليش عشان نرفعه على قناتنا على اليوتيوب، وكمان عشان يوصل لناس كتيرة على مستوى العالم. ما تنساش تعمل صورة ليك وللتيم بتاعك قصاد اللوجو بتاع الكلية عشان نرفعها برضو مع الفيديو، وفي نفس الوقت نرفعها على صفحة الجيت هاب بتاعتك. اي حاجة ليها علاقة بالمشروع تتحط على صفحة الجيت هاب، وده هيكون اللينك اللي حضرتك هتبعته لنا وبناء عليه هنبدأ نقيمك على اساسه. خلال المحاضرات بتاع الكلية، خلال السكاشن، ممكن اونلاين، هيجي لي وقت من الاوقات اجتمع مع تيم واطلب منه البروجرس وصل لحد فين ويشرح لنا الفكرة وعمل ايه وما الى ذلك. تمام؟ اتمنى مشاريع جامدة، أتمنى بإذن الله يكون في فعلا innovation ideas في مجال الجينوميكس والبايو انفورماتيكس تطلع من ميديكال انفورماتيكس 2021 سنة ثالثة. تمام؟ إيه هي البروجيكتس أو إيه هي الأفكار اللي أنا بقدمها؟ أول حاجة أنا قصارى بحب أعمل إيه؟ أنا بفهمك أنت ممكن الأبروتش بتاعي يعجبك، وممكن في نفس الوقت ان حضرتك تاخد ابروتش تاني. انا كسارة لما احب اعمل تول جديدة في مجال البايو انفورماتيكس او في مجال الجينومكس، بدرس التولز اللي موجودة حاليا. يعني ايه؟ بشوف التول اللي موجودة في النقطة دي او في المجال ده او بتعالج مشكلة معينة، بعمل ممكن نقول اكسبلوريشن، يعني ابدأ انزل التول اعمل لها سيتاب، اجرب عليها الداتا، اشوف الانبوت الاوتبوت واشوف المميزات والعيوب بتاع اغلب التولز، واحاول ان انا ابني التول بتاعتي بطريقة مبتكرة بحيث ان هي تجمع المميزات وتلاشي العيوب.
ده اتجاه. كمان في مجال البايو انفورماتكس والجينومكس اقرأ كتير عن التولز، اشوف الناس بتستخدم ايه، اشوف الكوميونيتي بتاع البايو انفورماتكس بيتكلم عن التول ازاي، بيوش ايه، يعني من الاخر ايه الحاجات اللي هو بيتمناها في فيلدز معينة. فانا كل اللي انا عملته ان انا عملت لك هنا على الشمال امثلة لبعض المشاكل او لبعض ممكن نقول التوبكس او لبعض الحاجات المهمة في مجال البايو انفورماتكس والجينومكس، وعلى اليمين مديالك أمثلة للتول عشان حضرتك تروح تعمل لها اكسبلوريشن، تشوفها، تنزلها، تسطبها، تشتغل عليها وتحاول تعمل زيها. طبعا بما انكم لسه طلبة فانا مش طلبة انوفيتيف ايدياز، يعني انا ممكن اللي انا عاوز اطلبه انك ممكن لو هتعملي نفس التول زي ما هي، ولكن مثلا كل الانوفيشنز بتاعتك انك هي بدل ما هي ديسكتوب حضرتك هتخليها موبايل، او مثلا بدل ما تكون موبايل هتخليها ويب وما الى ذلك، او مثلا لو حضرتك هتعمل لي حاجه بسيطه ويكون فيها انوفيشن او فكره جديده او ايديا جديده طبعا هتحسب لك. فالفكره كلها ان في حاجات احنا اخذناها الترم اللي فات، اعتقد انا كلمتكم الترم اللي فات عن الاسمبلرز والالاينرز، كمان اعتقد كلمتكم عن الجينوم براوزرز، كمان المفروض ان انا كلمتكم عن الكيمرز. والفكره كلها ان انا عاوزه كمان انكم لو في حاجه انا ما كلمتكوش عنها فانتوا تروحوا تدوروا عليها وتشوفوا هي عباره عن ايه، وتحاولوا انكم تفهموها وتحاولوا انكم تدوروا على تولز شبهها. طيب نفترض ان حضرتك مش حابب الافكار المعروضه او مش حابب المشاريع الموجوده، فحضرتك انا كاتبه لك يور ايديا will be appreciated، يعني من الآخر فكرتك appreciated، وفي نفس الوقت اختار الفكرة اللي حضرتك حابب تعملها. طيب نيجي للمجال التاني أو للجزء التاني، في ناس مش حابة تعمل كودينج أو مش حابة تعمل برامج، فهنا احنا مدين لها فرصة انها تختار بيبر، طبعا البيبر one student only. الفكرة ان هي هتختار بيبر والبيبر دي سنة النشر بتاعها 2020 أو 2021 في مجال البايو انفورماتكس أو الجينومكس إن جنرال أو ريليتد للسارس كوفيد 19 داتا أناليسيس، براحتك يا إما ده يا إما ده، كل واحد لوحده. المفروض حضرتك هتسلم لنا دوكيومنت من 3 ورقات هتشرح لنا فيه الفكرة بتاع البيبر، الاناليسيس بايبلاين اللي هم استخدموه أو خطواتهم في الاناليسيس بتاع البيولوجيكال داتا، وفي نفس الوقت هم اكتشفوا إيه، والكومنت بتاعتك على البيبر دي والكومنت بتاعتك على الاناليسيس بتاعهم، ويكون رؤية نقدية للشغل بتاعهم، أنت استفدت إيه، شايف إيه المميزات وشايف إيه العيوب. بعد كده هتسجل لنا فيديو من 5 دقايق برضو، يفضل يكون in English، ممكن تبدع فيه وتظهر لنا بقى الكرياتيفيتي بتاعته، انك تشرح لنا الفكرة بتاع البيبر بطريقة كرياتيف، وفي نفس الوقت تشرح لنا الفكرة وفي نفس الوقت توصل لنا المعلومة بتاع البيبر بحيث كل زمايلك يستفيدوا من المعلومات اللي حضرتك قرأتها. بعدين المفروض برضو هتاخد صورة مع لوجو الكلية، وكل ده حضرتك هتحطه على صفحة الجيت هاب بتاعتك اللي حضرتك هتكريتها، وتحط عليها كل المطلوب منك بالنسبة للبروجكت ده أو بالنسبة للبيبر. تمام؟ زي ما أنا قلتلكو إن عنوان المحاضرة بتاع النهاردة اسمها Genome Indexing and Reads Mapping، هنعرف يعني إيه Genome Indexing، هنعرف يعني إيه Read Mapping، وإيه الفرق ما بين المابينج والألايمنت. هناخد أول Approach النهاردة في المابينج اللي هو معتمد على الهاش بيزد Approach، هنفهمه. برضو هنشوف إن الألايمنت أو المابينج Central لكل الجينوميك ريسيرش، وهنشوف هنتعامل ازاي وايه التشالنج اللي بتواجه الريد مابينج او الريد الاينمنت، وامتى نقول مابينج وامتى نقول الاينمنت، وهل هما الاثنين شبه بعض او مختلفين عن بعض. تمام؟ اي جينوميك داتا اناليسيس بايبلاين بيبدا ببيولوجيكال كويشن، حضرتك عاوز تعمل ايه بالظبط، حضرتك عاوز تعمل اناليسيس لايه بالظبط. هل انت عندك سامبل من جينوم سيكونس للتشايلد وعاوز تعمل اناليسز وتشوف التشابه والاختلافات بين التشايلد ده وبين البيرن، وعاوز مثلا التشايلد ده في ديزيز معين فانت عاوز تعرف ان هو انهيريتد ولا لا؟ هل انت عندك كانسر تيشو وهيلثي تيشو وعاوز تعرف
وتعمل اناليسيس بين الاثنين وتشوف ايه التشابه وايه الاختلافات، ايه اللي خلى التيشو ده كانسر وايه اللي خلى التيشو ده هيلثي، يعني ايه الميوتيشنز اللي حصلت على مستوى السيكونس ولا ايه بالظبط. فمن الاخر انت عندك بيولوجيكال سامبل، البيولوجيكال سامبل دي انت خدتها من حاجة معينة او من شخص معين او من مكان معين عشان تعمل عليها اناليسيس. فعليا البيولوجيكال سامبل دي حضرتك هتعمل لها سيكوانسنج باحد السيكوانسنج ماشينز اللي احنا اخدناها الترم اللي فات، وبناء عليه بيطلع لك فايلات ان ذا فاستا كيو فورمات. بقى عندك الداتا اللي هي السيكوانسنج ريدز ان فاستا كيو فورمات. حضرتك اول خطوة هتعملها على الداتا دي انك هتعمل لها فلتريشن، هتعمل لها بري بروسيسنج، هتشوف الريدز دي اذا كان فيها حتت من سيكوانسنج ادابتر هتشيلها، في نفس الوقت هتشوف البيزز اللي موجودة جوه كل ريد، وهتشوف اللو كواليتي بيزز وتعمل لها تريمينج. برضو المفروض ان انت من ضمن خطوات البري بروسيسنج انك تدخل السيكوانسنج داتا او الريدز على Error Detection و Error Correction Software، واللي هي بوظيفتها إنها هتشوف أماكن الإيرور وتعمل لها Correction، وبعد كده أنت بتتأكد إن الداتا نظيفة تمام ومفيش فيها أي حاجة عشان تبدأ تعمل عليها Analysis. الفكرة إن لو حضرتك ما عملتش خطوة Pre-Processing ممكن الأناليسيس تديك false results وبناء عليه تعمل inference ان في variation معين حصل، والvariation ده مش variation فعلي وانما حصل نتيجة خطأ من قراءة الجزء ده بواسطة السيكوانسينج ماشين. طيب بعد كده المفروض ان انت هيكون قدامك طريقين لا ثالث لهما. الطريق الاولاني انك تعمل analysis على الداتا اللي طلعالك بناء على الكومبيرينج، انك بتقارن السيكوانسنج ريدز او السيكوانسنج داتا بريفرنس جينوم. الجينوم ده انت عارف الجينوم ده وليكن مثلا هيومن ريفرنس جينوم، وانت اوريدي اصلا الداتا دي جاية من هيومن برضو، فانت عاوز تشوف الفاريشنز او الترو فاريشنز بين الاتنين، او حضرتك عاوز تقارن وليكن مثلا ما بين الهيلثي هيومن مثلا والديزيزز هيومن، فانت فعليا انت عارف ان الهيومن ده او السيكونس ده او الحتة دي جاية من ديزيزز تيشوز والحتة التانية جاية من هيلثي تيشوز، فانت هتقارن في الحتتين ما بينهم وما بين بعض في نفس اللوكيشن مثلا في نفس الكروموسوم، وبناء عليه هتشوف ايه اللي حصل او ايه الفاريشنز اللي حصلت. فنوع الاناليسيس في الحالة دي اناليسيس باي كومباريتيف. كومباريتيف يعني ايه؟ انت بتقارن بناء ان انت معاك سيكوانسنج داتا، فانت بتقارنها بناء ان انت عندك ريفرنس افيلابل وبتقارن على اساسه. فالطريق ده احنا بنسميه السيكوانس الاينمنت او السيكوانس مابينج او الكومباريتيف جينومكس، اللي هو فعليا بيكون عندك ريفرنس وبناء عليه بتعمل اناليسيس بناء انك بتريبورت التشابه والاختلافات ما بين السيكوانسنج داتا اللي معاك وما بين الريفرنس الافيلابل. تمام. والاتجاه ده احنا بنسميه سيكوانس الاينمنت او سيكوانس مابينج اند الاينمنت، او في نفس الوقت بنسميه كومباريتيف اناليسيس، لان في الاخر انت بتعمل اناليسيس باي كومبيرينج تو ريفرنس، ومش شرط الريفرنس يكون ريفرنس جينوم، ممكن زي ما اتفقت معاك وعندي هيلثي تيشو وعندي كانسر تيشو، ففعليا الريفرنس بتاعي هيكون الهيلثي تيشو، والكانسر تيشو انا اللي هقارنه بناء للهيلثي، فبالتالي في الحالة دي الهيلثي هيكون ريفرنس والكانسر هيكون ايه؟ السيكوانسنج داتا اللي انا هبدأ اعمل عليها اناليسيس. في الحالة دي او في الاتجاه ده اللي هو اجابة انا عندي ريفرنس هقارن على اساسه ولا لأ، لو انا الاجابة بيس فانا هخش في الطريق ده، وزي ما قلتلكو انا هعمل حاجة اسمها كومباريتيف اناليتكس او كومباريتيف جينومكس، او فعليا هعمل سيكونس الاينمنت، وبناء عليه ناتج الالاينمنت هيكون في سام وبام فايلز، وده اللي هندرسه برضو خلال الترم ده، او بمعنى ادق الفورمات بتاع السام فايلز شكله عامل ازاي، الانفورميشن اللي ريبورتت جواه هقدر استفيد منها ايه از بايو انفورماتيشن، وبناء عليه اقدر اجاوب الكويشن بتاعي وانسر واوجد الريزلت بتاعتي. الاتجاه التاني
اللي احنا ممكن ناخده ان انا ما عنديش ريفرنس جينوم افيلابل، وبناء على كده انا عاوز اعمل اول حاجه ريفرنس جينوم كونستراكشن. تخيل انت عندك سيكونسنج داتا لجينوم، او مثلا ممكن نعتبرها لكائن حي مش موجود قبل كده، او مثلا لفيروس ما كانش موجود قبل كده، وليكن مثلا الكوفيد 19 او السارس كوفيد 19. فانا فعليا اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل ان انا عملت سيكونسنج للفيروس، فاوتوماتيك بقى عندي سيكونسنج داتا. ففعليا انا ممكن اكون اقارن الريدز اللي طلع من الكرنت فيروس ده اللي هو الكوفيد 19 بالريبورتد previously viruses، بمعنى أدق إن أنا هعمل sequencing للفيروس الحالي، وفعليا هعمل comparative genomics بناء على السيكونس بتاع الفيروس اللي هو تم ظهوره في 2019 والpreviously reported viruses اللي هي من نفس الايه، من نفس الفصيلة أو من نفس الشعبة أو من نفس اللينيج. ففعليا الفكرة كلها اللي أنا عاوز أوصله إن أنا هنا هعمل comparative genomics. لكن تخيل كده أنا عاوز أبني الجينوم بتاع الفيروس، بمعنى أدق إن أنا عاوز أوصل إن أنا يكون عندي reference جينوم للفيروس ده. ففي الحالة دي أو الاتجاه ده إن أنا فعليا كل اللي أنا عاوز أعمله أنا هبدأ الأناليسيس بإن أنا أعمل reference جينوم construction. يعني من الآخر أنا مش هعتمد إن أنا يكون عندي جينومز موجودة قبل كده وهعمل كومبيرنج على أساسها، لا أنا هبدأ من الصفر وابدأ أعمل سيكونس أسيمبلي أو جينوم أسيمبلي، وبالتالي أعمل كونستراكشن للجينوم بناء على السيكونسنج داتا اللي موجودة عندي. الفكرة كلها وليكن اعتبر إن أنا ما كانش عندي ريفرنس للهيومن جينوم، وبالتالي اول ما عملت سيكوانسنج داتا او عملت سيكوانسنج لهيومن سامبلز فانا فعليا بقى عندي ريدز. فبناء عليه الخطوه الاولانيه ان انا هبلد ريفرنس جينوم للهيومن، وبعدين هستخدم الريفرنس جينوم ده از جايد لاي سيكوانسنج داتا جايه من هيومنز الثانيه جايه بعد كده. طيب عشان ما توهكوش، الاتجاه التاني ان انا هخش في عملية السيكونس اسيمبلي، وده معناها في الاناليسز ان انا مش هعتمد على ريفرنس جينوم افيلابل، ولكن هبدأ ابني الجينوم بتاعي. هاخد الريدز هعمل لها اسيمبلي بالطريقين اللي احنا عرفناهم الترم اللي فات، الاوفرلاب لاي اوت كونسنسس او الديبريجن جراف، وبناء عليه او ممكن كمان على فكرة اعمل سيكونس اسيمبلي باي كومباريتيف. بس انا عشان ما كلكعش الدنيا كلها، من الآخر الهدف في عملية السيكونس أسيمبلي إن أنا هاخد الريدز هجمعها عشان أكون ريفرنس جينوم، والريفرنس جينوم ده ممكن يكون على كونتيج ليفل أو ممكن يكون في سكافولد ليفل على حسب الكونتيجيوتي بتاع الأسيمبلي. يعني أنا كونتها كونتيجز ولا كونتها سكافولدز، وبناء عليه الريفرنس جينوم ده هيكون إن ذا فاستا فورمات. الريفرنس جينوم ده لما أجمعه ويكون عندي انفاستا فايل، في المرحلة الجاية هيكون ريفرنس جينوم لحاجة تانية بعمل عليها أناليسز، وممكن أخش في الحالة دي في مرحلة الكومباريتيف أناليسز. الفكرة كلها التيك هوم مسجز من السلايدز دي ان انا من الاخر انا عندي سيكونسنج داتا بعمل لها بري بروسيسنج وفلتريشن، وانا قدامي طريقين. لو انا عاوز اعمل الاناليسز بتاعتي بناء على ريفرنس، فانا فعليا هخش في مرحلة الكومباريتيف جينومكس، وبمعنى ادق ان انا هعمل سيكونس الاينمنت او سيكونس مابينج، وهيكون عندي ريزلت في سام فورمات، وبناء عليها هعمل لها انتربريتيشن او اناليسز. الاتجاه الثاني ان انا مش هعتمد على ريفرنس جينوم خالص، وفعليا هاخد السيكونسنج داتا هكونستراكت جينوم منها، وبالتالي هعمل ريفرنس جينوم ليا استخدمه بعد كده ان انا انسر ديفرنت بيولوجيكال كويستشن. في المحاضره بتاعتنا النهارده احنا هنركز على الطريق ده اللي هو الطريق بتاع السيكونس مابنج اند الاينمنت. هنفهم ايه معنى كلمه مابر، وإيه الفرق ما بين المابر والألاينر. كمان هنشوف المابرز أو الألاينر بيعملوا مابنج أو ألاينمنت إزاي.
يعني ايه جينوم اندكسنج ويعني ايه ريدز مابنج. هنشوف وهن اندرستاند الريزلت اللي طالعه في سام فورمات، هنشوف يعني ايه سام فورمات، الشكل بتاع الفايل هيكون عبارة عن ايه، ازاي الانفورميشن او المعلومات اللي موجودة في السام فورمات هقدر استخدمها عشان انسر البيولوجيكال كويستشن بتاعي. طيب ليه احنا هناخد طريق الالاينمنت؟ فعليا احنا زي ما احنا عارفين ان السيكوانسنج حاليا بقى ديلي لايف اكتيفيتي، وفعليا كل الجينوميك سنترز على مستوى العالم فعليا بقت بتعمل سيكوانسنج داتا فريكوينتلي، يعني كل يوم كل يوم كل يوم. ففعليا عملية الاسمبلي بتاخد وقت ومكلفة، وفي نفس الوقت ممكن ما توصلش للأوبتمال كيس. الأوبتمال كيس يعني فعلا الأوبتمال جينوم اللي مش هيكون فيه جابس، وفعليا هيكون كل الكروموسوم متقفل على بعضه، زي ما اتفقت معاكو ان فعليا لحد دلوقتي عمالين بيكملوا في الهيومن جينوم، واللي شوف الهيومن جينوم المفروض اللي هو فينيشد از بروجكت في 2003، ولحد دلوقتي عمالين بيكملوا في الجابات اللي موجودة فيه. عملية السيكونس اسمبلي غير انها كوستلي، وفعليا كمان بتحتاج ناس اللي هو ممكن نقول الاكسبيرينس بتاعهم عالية عشان فعليا يوجدوا اوبتمال كيس، وليها مجموعة تشالنج مختلفة. ففعليا الفكرة كلها ان الموضوع بتاع السيكونس الاينمنت والمابنج بيمثل السنترال تو ذا موست جينوميك ريسيرش. اغلب الجينوميك ريسيرش حاليا بيتم في الالاينمنت او في اتجاه المابنج، ان انا اعمل كومباريتيف جينوميكس وفعليا اعمل الاناليسيس بتاعتي بناء على كومبيرنج تو ا ريفرنس. ده لا يعني ان الاسمبلي مش كويسه، لا فعليا في سناتر كبيره على مستوى العالم ستيل شغاله في عمليات الجينوم اسمبلي، وستيل كمان في ريسيرش جروب كتيره، بس زي ما اتفقت معاكم فعليا the most genomic research projects rely on genome mapping and alignment. تمام؟ طيب نيجي بقى في الحتة بتاعت الجينوم mapping and alignment. زي ما اتفقت معاكو انا عندي sequencing machine بتطلع data in the fastq format، وفعليا الداتا اللي هي reads in the fastq format بعمل لها alignment to the genome. alignment to the genome يعني بعمل comparative analysis، بعمل كومبيرنج ما بين الريدز والريفرنس، وبناء عليه ببدأ اشوف ايه التشابه وايه الاختلافات بين الريد وبين الريفرنس. طيب حد هيقول لي هو الموضوع ده معضلة ليه؟ احنا ما ننساش السيكوانسنج داتا بالبليون ريدز. تخيل انت عندك فاستا كيو فايلز فيها بليون ريدز او 100 مليون ريدز، والجينوم اللي موجود عندك وليكن مثلا لو هيومن ريفرنس جينوم 3.5 بليون حرف. ازاي تعمل عملية الكومبيرنج او الاناليسز افيشنتلي؟ ازاي الكمبيوتيشنال ريسورسز عندك من كمبيوتر ميموري وبروسيسور سبيد تعمل العمليات دي؟ ما تاخدش 30 مليون سنة عشان تعمل حاجة زي كده. عشان ما نكبرش الدنيا حاليا، سيكوانسنج ماشين بتطلع فاستا كيو فايلز، المفروض هالاين الفاستا كيو فايلز دي او الفاستا كيو ريز دي تو ذا ريفرنس. هنا بيقول لي كواليتي كنترول بعد عمليه الالاينمنت. حد هيقول لي طب انت قلت لنا قبل كده الكواليتي كنترول بتتم على مستوى السيكوانسنج داتا، ايه معنى كلمه كواليتي كنترول بعد عمليه الالاينمنت؟ بفلتر الالاينمنت. لو انا عندي ريد ينفع ان هو يتواجد في اكتر من مكان في الجينوم، هختار انهي مكان فيهم، ايه الاحسن فيهم. وطبعا احنا عارفين ان الجينوم ريبيتيتيف باي نيتشر، فلو الريد ده في حته من ريبيتد ريجون فهلاقي ينفع ليها اكتر من مكان ريبورتد، يعني ممكن الحته دي تكون في كروموسوم 1 وممكن الريد ده يكون في كروموسوم 3 وممكن الريد ده يكون في كروموسوم 10، ففعليا هو هيريبورت انهي واحد فيهم. فالكواليتي كنترول هو عاوز يقول لك بفلتر الريزلت بتاع الالاينمنت، يعني هل كل الالاينمنت بوزيشن او الاماكن اللي بعمل لها ريبورتنج، يعني كل الاماكن اللي الريد ظهرت فيها جوه الريفرنس هعمل لها ريبورت. طب لو عندي مكانين زي بعض زي بعض، يعني ده ينفع وده ينفع، هختار اي واحد فيهم اتراندم ولا هريبورت على انهي اساس؟ فالكواليتي كنترول هنا ان انا اعمل عملية فلتريشن للالاينمنت ريزلت. بعد ما عملت عملية فلتريشن للالاينمنت ريزلت هبدأ اشوف انا عاوز اعمل ايه.
عاوز اعمل structural variations، يعني عاوز اشوف اماكن التشابه واماكن الاختلافات. ونوع الاختلاف ايه؟ هل هو substitution C اتحولت ل A ولا G اتحولت ل T، يعني حرف اتحول لحرف، ولا حرف deleted ولا حرف inserted. لو تلاحظوا كل الكلام ده احنا خدناه الترم اللي فات as a concept او مصطلحات، ففعليا بريبورت الفاريشنز وانواع الفاريشنز المختلفه، لان كل فاريشن مختلف عن التاني. هل هعمل عمليه ترانسكريبت كوانتيفيكيشن وبالتالي هخش في الجين اكسبريشن والجين ايزوفورمز وهشوف الجين اكسبريشن ليفلز وهبدا اشوف ايه الجينز اللي حصل لها هايلي اكسبريشن وايه الجينز اللي حصل لها لو اكسبريشنز. ففعليا الفكره كلها كله باذن الله هنتطرق ليه خلال الكورس في محاضرات خاصه بالار ان اي سي. طبعا خلينا نكون برضو قايلين انا هنا ما بتكلمش على دي ان اي بس، ممكن يكون ار ان اي زي ما اتفقت. اي سيكونس داتا، سيكونس داتا دي ممكن تكون دي ان اي، ممكن تكون ار ان اي، ممكن تكون بروتين سيكونس. ففعليا عمليه الكومبيرنج او عمليه الكومباريتيف اناليسيس هي هياها واحده بغض النظر. انا فعليا في حاله مثلا الار ان اي سيك الريفرنس جينوم هيكون ترانسكريبت او هيكون ماسنجر ار ان اي كامل، تمام. ففعليا في الحاله دي الفكره كلها ان نوع الريفرنس جينوم هو اللي هيختلف. في حاله الدي ان اي السيكونسنج ريد هتكون من دي ان اي، وفعليا الريفرنس جينوم عباره عن جينوميك داتا او دي ان اي سيكونس يعني. فالفكره كلها اللي انا عاوز اوصل له نفس الكونسبت، نفس المصطلحات هتكون واحدة في كله، بس احنا نكون بس فاهمين الاساس وبناء على ايه تتم عملية الالاينمنت او المابينج. طيب ما ننساش كمان ان انا وانا بعمل سيكوانسنج انا كان عندي طريقين او كان عندي اتجاهين، السنجل اند ريدز والبيرد اند ريدز. اتفقت معاكم في السنجل اند ريدز فانا بقرأ الاستراند من الشمال لليمين في اتجاه واحد، ولكن في عملية البيرد اند ريدز فانا بقرأ شوية في اتجاه الشمال لليمين وشوية في اتجاه اليمين للشمال. غالبا لو انت عندك الريدز سنجل اند فهتكون الريد كلها في فاصلة كيو واحد، لو انت عندك الريد بيرد اند فهيكون عندك فايلين، فايل في الاتجاه من الشمال لليمين الريدز معمول لها سيكوانسنج، حتة في اتجاه من الشمال لليمين والحتة التانية من اليمين للشمال في الفايل التاني. وبالتالي هنا بس احنا بنعمل نوتيشن ان فعليا انت ممكن يكون عندك السيكوانسنج داتا سنجل اند وبيرد اند، وليكن هنا ده موقع عليه سيكوانسنج داتا، ده الكائن الحي اللي المفروض انا عملت له سيكوانسنج، اخدت سامبل منه وعملت له سيكوانسنج. فعليا انا عندي هنا فاستا كيو ريد فايل 1 وفاستا كيو ريد فايل 2، ده معناها في الحالة دي ان فعليا عملية السيكوانسنج هنا بيرد اند ريدز، الفايل 1 اللي هي الريدز في اتجاه من الشمال لليمين والفايل 2 في الاتجاه من اليمين للشمال. تخيل هنا النمبر اوف ريدز مليون ريدز، 1,294,109، تمام. وطبعا الانسرت لينث زي ما اتفقت معاكو ان انا فعليا هيكون عندي دي ان ايه فراجمنت، شويه بيزز مقروءه من اليمين للشمال وشويه بيزز مقروءه من الشمال لليمين، والفراجمنت كله بما فيه الحتت المقروءه بسميه الانسرت لينث. طيب اول حاجه خلونا نعمل ريفرشمنت كده ونشوف الدنيا بتاع السيكوانسنج ماشين، نفكر بعضنا بيها. اول حاجه بيكون عندي بيولوجيكال سامبل اللي هي تمثل الدي ان ايه اللي انا عاوز اعمل له سيكوانسنج، وفعليا بحطها جوه الماشين بتطلع لي ريد. البيست كيس سيناريو ان الماشين دي بتطلع لي الريدز كما هي من غير اخطاء، وطبعا احنا عارفين ان ده مش صحيح. حاجه زي الاليومينا بتطلع لي سبستيتيوشن ايرور، حاجه زي الباك بايو بتطلع لي انسرشن اور ديليشن. ففعليا دي الاوبتيمال كيس هنا اللي بيتكلم عليها ان اللي داخل زي اللي طالع، وفعليا مفيش عندي ايرور. في الحاله دي لو انا ضامن ان اللي داخل زي اللي طالع، يعني البيولوجيكال سامبل اللي داخله جوه السيكوانسنج ماشين طلعت الداتا كما هي من غير اي مشاكل، ففعليا وظيفة الالاينر في الحالة دي كأنه بيعمل عملية باترن ماتشنج، هياخد كل ريد من الريد اللي طلع
ويدور على كل أماكن ظهور الريد جوه الريفرنس، وليكن هنا الريد A T T C J A A A C A. كل اللي عمله هنا الألاينر إنه هو هياخد الحتة دي أو القراءة دي ويشوف كل الأماكن اللي ظهرت فيها الحتة دي جوه الريفرنس الجينوم، وليكن الحتة الزرقاء دي هي هيها الحتة الأولانية، وبالتالي كمان الحتة اللي هي سي تي جي جي ظهرت هنا، والحتة تي تي جي سي هي هنا، وبالأيلاينر هنا كأنه بيعمل الألجوريزمات اللي احنا أخذناها الترم اللي فات. كل ريد عبارة عن باترن، وفعليا هو بيدور على مكان ظهور الباترن جوه التكست وبيريبورت كل الاوكيرنس بتاعه. في الحاله دي الالاينر بيعمل حاجه اسمها اكزاكت ماتشنج. يعني ايه اكزاكت ماتشنج؟ يعني هو بياخد الحته او القراءه وبيدور عليها كما هي بالظبط من غير اي اختلافات. وليه؟ لان انا ضامن ان اللي داخل زي اللي طالع، يعني ضامن ان الريدز دي فعليا تمثل الدي ان ايه اللي حصل له سيكوانسنج، وفعليا مفيش ايرورز ومفيش اي حاجه. ففعليا الالاينر في الحاله دي هيعمل الاكزاكت ماتشنج. ليه؟ لانه هو ضامن ان الباترن اللي هو الريد في الحاله دي مفيش فيه ايرور، مفيش فيه اخطاء، واماكن ظهوره هيريبورتها هيقولها، ومش هيحط في اعتباره ان ممكن الباترن يكون فيه اخطاء. تمام. فبالتالي في الحاله دي بنسميها البيست كيس سيناريو. لكن طبعا الحاله دي مش حقيقيه، لان زي ما اتفقنا ان السيكوانسنج ماشين باي نيتشر بتعتمد على مجموعه من العمليات الكيميائيه، واللي بتسبب ان بعض البيزز فعليا بتتغير او بيحصل لها انسيرشن او بيحصل لها ديليشن، وبناء على كده فالالاينر لازم يعمل حاجه اسمها ان اكزاكت ماتشنج او فازي ماتشنج، يعني يعمل عمليه تقريبيه. يعني انا ما عدتش بدور على الباترن كما هو، لا انا بدور على اقرب حاجه تشبه الباترن اللي انا بدور عليه. تمام. يعني انا هنا اللي داخل لي السيكونس بالشكل ده، وليكن الدي ان ايه اللي المفروض يتقرا بالشكل ده، الماشين طلعته بان السي هنا اتحولت لتي، فحصل هنا سبستيتيوشن ايرور ان السي اتحولت لتي. فالالاينر فعليا لما هيجي يدور، فاللي هيدور عليه هيدور عليه السيكونس ده اللي هو فيه تي، هيلاقي ان الجينوم مره فيه سي، مرة في الحتة دي جي، مرة في الحتة دي ايه. هو لو بيدور على الباترن كما هو، فالمفروض انه مش هيلاقي ولا واحدة من دول المكان الاولاني التاني التالت الرابع، مفيش ولا واحدة من دول المكان الرابع في تي، هنا المكان الرابع في سي، هنا المكان الرابع في جي، هنا المكان الرابع في ايه. ده لو الالاينر هيعمل exact matching. لكن هو فعليا لازم يعمل ان اكزاكت او فازي ماتشنج، اقرب حاجه شبه الباترن اللي انا بدور عليه. اقرب حاجه شبه الباترن اللي انا بدور عليه ان المكان الرابع في سي، ان المكان الرابع في جي، ان المكان الرابع في تي. هيختار انهي واحده فيهم؟ حد هيقول لي ما هيختار اللي فيها سي عشان اصلا اللي داخل كان سي. الالاينر ما يعرفش ايه اللي داخل السيكوانسنج ماشين. الالاينر هو عباره عن برنامج داخل له شويه داتا اللي هي فعليا في الحاله دي ان المكان الرابع فيها تي. فلو انت مكود الالاينر ان هو هيعمل اكزاكت ماتشنج، فهو هيقول باترن نوت فاوند، لانه مفيش ولا واحده فيهم المكان الرابع فيها تي. لكن لو انت مكود الالاينر ان هو يكون فليكسبل في الماتشنج، فبالتالي يسمح ان الماتشنج ما يكونش بالظبط، ولكن يسمح ان في حرف يتغير، حرفين يتغيروا، طب اماكن الحروف اللي هتتغير فين، طب كام حرف، هل انت مسموح له بعدد معين من الحروف تتغير، ولا سايب الموضوع مفتوح، ولا سايب الموضوع مقنن. دي الفكرة بقى اللي بتختلف فيها الالاينرز وبعضها. يعني في بعض الالاينرز تيجي تقولك باترن نوت فاوند او ريد نوت فاوند، وبناء عليه حضرتك هتعمل كونكلوجن وتقول ايه، والله الريد او الحتة دي مش موجودة خلاص جوه الرف. وبالتالي اللي عامل الالاينر ده هو حاطط في باله ان هو بيعمل اكزاكت ماتشنج،
بيدور على الباترن كما هو. لكن الناس اللي مكوده اللاينر بتعمل فازي ماتشنج او ان اكزاكت ماتشنج فهو فليكسيبل ان هو مش يلاقي الباترن كما هو، لكن فعليا بيدور على اقرب حاجه ليه. فلو هو بيدور على اقرب حاجه ليه هيقول لك والله في فعليا مكان هنا وفي فعليا مكان هنا وفي فعليا مكان هنا، بس المكان ده السي في اللوكيشن رقم 4، المكان ده الجي في اللوكيشن رقم 4، المكان ده في اللوكيشن رقم 4 في ايه. طب الالاينر هيريبورت انهي واحد فيهم؟ في واحد بروجرامر هيريبورت كل الاماكن، في واحد بروجرامر هيختار واحد فيهم اتراندم، في واحد بروجرامر هيشوف البيورين والبيراميدينز ويبدا يشوف والله البيورينز مع بعضهم والبيراميدينز مع بعضهم، في واحد لما هيلاقي بالشكل ده ان انا عندي اكتر من مكان واصلا مفيش الحاجه اللي انا بدور عليها، ففعليا اللي هيحصل ايه؟ هيقول لك باترن نوت فاوند. في واحد الاينر قبل ما يعمل عمليه الالاينمنت هيشوف الكواليتي سكور خاصة بالتي، مش فعليا الريد ده فاست كيو وفعليا التي دي هيكون ليها كواليتي سكور، هيشوف التي دي الكواليتي سكور بتاعها ايه. لو لقى ان التي الكواليتي بتاعها 15 هيعمل لها تريمنج ويشيلها. ليه؟ لان فعليا التي في الحالة دي الكواليتي سكور بتاعها قليلة، فاكسبكتد ان التي دي عبارة عن ايه؟ ايرور. يعني في اللاينر قبل ما يعمل عملية الالاينمنت هيعمل ايرور ديتكشن وايرور كوركشن. في اللاينر كمان مش هيعمل تريمنج ويشيل التي بناء ان الكواليتي سكور بتاعها قليله، لا، في اللاينر هيقول التي الكواليتي سكور بتاعها قليله يبقى دي اكسبكتد انها تكون ايرور، ايه رايكم ان انا اصحح الايرور ده؟ هيبدا يشوف الريدز الثانيه اللي تو ماتش اللي هي زي الحته دي بالظبط، ويبدا يشوف المكان الرابع فيها ايه. لو لقى، مش احنا عارفين ان السيكونسنج ماشين ما بتقراش الحته مره واحده ولكن بتقرأ الحتة X times، فتخيل ان قراءة واحدة من القراءات بتقول في المكان الرابع T، وبقية مثلا القراءات وليكن 30 قراءة تانيين بيقولوا ان المكان الرابع C والحتة دي هي هيها، فالألاينر أوتوماتيك يروح شايل T ويحطها C. يبقى معنى كده الألاينر قبل ما يعمل عملية الألاينمنت فهو فعليا عمل Error Detection وعمل Error كوركشن. ايه معنى كلمة مابنج واللاينر واللاينمنت؟ وانتي اصلا الترم اللي فات كنت شرحت لنا ان الالاينمنت اما تكون لوكال او جلوبال، وانتي هنا عاملاها باسلوب الباترن ماتشنج. بصوا كده، خلينا بس نتفق على حاجة، ايه معنى كلمة مابنج وايه معنى كلمة الاينمنت؟ المابنج انك تلاقي الاماكن بتاع الريد بغض النظر انك تشوف المكان ده بيماتش بنسبة قد ايه. بمعنى تخيل كده، هنا انت قلت الحتة دي ممكن تكون في البوزيشن وليكن هنا الاي دي البوزيشن بتاعها 6، وهنا البوزيشن ده وليكن 100، وهنا البوزيشن ده وليكن 1000، فانت فعليا هتقول ان الحتة دي ممكن تكون ظاهرة في البوزيشن مثلا 6 وفي البوزيشن 100 وفي البوزيشن 1000، فانت كده عملت مابنج. يعني ايه عملت مابنج؟ يعني كانك بتريبورت الاماكن بتاع ظهور الباترن جوه التكست، بغض النظر بقى ان المكان ده البوزيشن رقم 4 في سي وهنا في تي، بغض النظر بقى ان البوزيشن رقم 4 في هنا جي وهنا في تي، بغض النظر ان البوزيشن رقم 4 في ايه وهنا في تي. يعني من الاخر انك quickly to find اماكن ظهور الريد جوه الجينوم، فانت هنا بتعمل mapping find the best possible loci to which a sequence could be aligned. بمعنى انك بتوجد اماكن ظهور الباترن جوه التكست، وبمعنى ادق انك بتقول الريد احتمال هيكون موجود في الجينوم في البوزيشن رقم كذا وفي البوزيشن رقم كذا وفي البوزيشن رقم كذا. الالاينمنت بقى، الالاينمنت بقى عند كل بوزيشن انت قلت احتماليه ان الباترن يكون موجود او الريد يكون موجود، تبدا بقى تعمل الالاينمنت بتاع الترم اللي فات، الاي تحت الاي، السي تحت السي، الجي تحت الجي، وتبدا تشوف الماتش والميس ماتش والجابس وهكذا. تاني الالاينمنت والمابنج، فعليا المابنج انك تريبورت مكان ظهور الباترن جوه التكست، ده بسميه مابنج. الالاينمنت المكان اللي انت قلت ان الباترن موجود فيه او الريد موجود فيه،
تبدأ تعمل alignment بقى، يعني تبدأ تشوف ايه الحرف اللي هيتحط تحت الحرف، ايه اماكن التشابه، ايه اماكن الاختلافات، وبالتالي تبدأ تشوف الماتش والميس ماتش بوزيشن، يعني الكومبيرنج بيز باي بيز. تعالوا نشوف هنا مثال. المابر كل اللي هو بيعمله ان هو بياخد الريد وفعليا بيريبورت كل البوسيبل لوكيشن اللي الريد ممكن يظهر فيها جوه الجينوم. حد هيقول لي ممكن يعمل ده ازاي؟ بصوا عشان افهمكم الدنيا، الالاينر بيهتم بالسيكونس بتاع الريد بيز باي بيز وحرف بحرف. المابر عشان يعمل العملية دي بسرعة ما بيهتمش بكل البيزز بتاع الريد. وليكن اعتبر المابر عشان يوجد أماكن كل ظهور الريد جوه الجينوم، ففعليا مش هيعتمد على الريد لينف كله، اعتبر ان هو مثلا هيعتمد على أول 3 حروف وليكن ATT. ففعليا المابر في طريقة السيرش بتاعته ان هو هيدور على كل مكان ظهر فيه ATT جوه الريفرنس جينوم، وهيقول ان ده احتمال يكون مكان لظهور الريد ده جوه الرفر. وبالتالي المابر في الحالة دي انت ممكن تقولي هو اعتمد على ايه، وليكن كيمر سايز بتلاتة. الكيمر زي ما اتفقت معاك ان هو سبسترينج اوف لينف كي، ففعليا لو الكي هنا بتلاتة هعتبر ان المابر هياخد اول 3 حروف من كل ريد مثلا ويدور عليهم جوه الريفرنس جينوم. ففعليا المابر هنا هياخد اول 3 حروف ATT ويبدأ يسيرش الريفرنس جينوم ويشوف كل مكان ظهر فيه ATT ويعمل ريبورت لي ويقول ان ده احتمال لمكان ظهور الريد ده جوه التكست. تعالوا نبص هنا، المابر اخد البوزيشن ده اهو وقال ان ده احتمال يكون مكان لظهور الريد ده جوه التكست، برضو اخد الريد ده وقال ان ده احتمال وقال ان ده احتمال. هو مهتمش ببقية السيكونس، مهتمش ببقية الريد، ولكن اخد جزء من الريد عشان يحدد كويكلي البوسيبل مابنج لوكيشن. غالبا المابر اسرع من الالاينمنت، لان المابر هدفه ان هو يقولك الأماكن المحتملة لظهور الباترن جوه التكست، لكن الألاينر هيبدأ بقى يشوف بداية من المكان ده، يبدأ يقارن حرف بحرف بداية من المكان ده والريد، ويبدأ يشوف أماكن التشابه وأماكن الاختلافات ويريبورت الأحسن مكان أو الأحسن ألاينمنت سكور. طيب بصوا كده، المابر في الحالة دي هيعمل إيه؟ هيقولك ان انا البوسيبل مابلنج لوكيشن كروموسوم 1 بدايه من المكان 1200 اللي هو فعليا ده كروموسوم 1 اهو، وبدايه من المكان 1200 هيجي هنا يقول لك البوسيبل مابلنج لوكيشن كروموسوم 4 بدايه من المكان 500، هيجي هنا يقول لك البوسيبل مابلنج لوكيشن كروموسوم 10 بدايه من المكان 3400. ولازم نكون فاهمين الفورمات، ان هو بيقول لك الاول اسم الكروموسوم وبعدين نقطتين اللي ستارت مابنج بوزيشن. يعني انت از بايو انفورماتيشن لما اي مابر يطلع لك الشكل ده تعرف ان الريد ده ظهر في كروموسوم 1 ستارت من المكان 1200، ظهر في كروموسوم 4 ستارت من المكان 500، ظهر في كروموسوم 10 ستارت من المكان 3400. في مابرز بتعتمد على افكار كتيره، وليكن انا بحدد البوسيبل مابنج بوزيشن بناء على كيمر سايز باخده من الستارت بتاع الريد. ممكن المابر بيعتمد ان هو بيكود الريد بطريقه معينه، وليكن يطلع سب سيكونس من الريد. طبعا احنا عارفين ان السب سيكونس غير السب سترينج. ايه معنى سب سيكونس؟ ان انا مثلا هاخد حروف بس مش ورا بعضها، وليكن هاخد A وبعدين جي وبعدين سي، فانا فعليا لما هسكان الجينوم فانا هدور في جزء يكون فيه A وG وA، يعني هاخد سب سيكونس من الريد ولكن مش هاخد كيمر. الفكره كلها اللي انا عاوز اوصل له ان المابر فعليا ما بيعتمدش ان هو يعمل كومبيرنج بيز باي بيز، ولكن بيعتمد ان هو بياخد حته من الريد
ويدور على البوسيبل مابينج بوزيشن جوه التكست او جوه الريفرنس جينوم عشان يعمل العمليه دي بطريقه كويكلي. طيب نيجي للالاينر بقى. الالاينر كل اللي هو بيعمله ان هو بياخد كل مابينج بوزيشن المابر قال له عليه ويبدا يشوف احسن مكان فيهم. المابر اللي فات قال له ايه؟ قال له كروموسوم واحد بدايه من المكان 1200 صح، وقال له كروموسوم 4 بداية من المكان 500، وقال له كروموسوم 10 بداية من المكان 3400. الالاينر بقى هيروح لكل مكان في دول ويبدأ من أوله ويبدأ يقارن حرف بحرف ما بين الستارت بوزيشن من المكان اللي المابر قال عليه والسيكونس بتاع الريد. هنا الالاينر هيعمل ايه؟ هيروح للمكان 1200 في كروموسوم 1 ويبدأ من أول المكان 1200، هيلاقي إيه؟ هيقول A قصادها A، T قصادها T، T قصادها T، وبعدين J قصادها J. يعني هنا بيبدأ الكومبيرنج بيز باي بيز أو حرف بحرف. الألاينر في الحالة دي هيلاقي إن الريد مع البوسيبل مابنج لوكيشن بتاع كروموسوم 1 عندي 1 مسماتش في الآخر أو في الحرف اللي قبل الأخير، هنا سي وهنا جي. بالنسبة لكروموسوم 4 هيلاقي 2 ميس ماتشز، وبالنسبة لكروموسوم 10 هيلاقي السيكونس كما هو، وفعليا هيلاقي ان عدد الميس ماتش كاركتر بزيرو. ففعليا الالاينر بناء على كده هينرو السيرش بتاع المابر. يعني المابر قالك ايه؟ ان هو ممكن يكون الريد ده موجود في كروموسوم 1 وكروموسوم 4 وكروموسوم 10. الالاينر بناء على الكومبيرنج حرف بحرف هيريبورت ان المابنج بوزيشن الاصح من دول هو اللي موجود في كروموسوم 10، لان فعليا الماتشنج بوزيشن بنسبه 100% وبالتالي ما عنديش ولا مس ماتش كارب. فالفكره كلها ان الالاينر هنا بيقارن حرف بحرف، لكن المابر كان هدفه يوجد البوسيبل مابنج بوزيشنز او اماكن ظهور الباترن او الريد جوه الريفرنس. تمام. طيب نيجي بقى للرياليتي. الرياليتي ان كل مابر معاه الاينر، وفعليا مش هفصل المابر والالاينر ويبقى عندي مابر والاينر. يعني الفكره كلها ان كل مابر معاه الاينر، وظيفه المابر ان هو بيكويكلي فايند البوزيشنز، والالاينر هو اللي بيعمل ماتشن وبيريبورت احسن مكان. وفي ناس تقول لك كلمة مابر دي بتظهر مع اللونج ريد والألاينر بتظهر مع الشورت ريد. يعني فعليا لو انت عندك داتا طلعة من الثيرد جينيريشن اللي احنا بنعتبرها اللونج ريد، ففعليا انا هسمي الألاينر مابر. تمام. وفعليا لو انت عندك داتا طلعة من اليومينا ماشين اللي هي السكند جينيريشن فهي شورت ريد، ففعليا هسميه الاينر. يعني الاثنين هم حاجه واحده، بس المابر في الكونتكست بتاع اللونج ريد والالاينر في الكونتكست بتاع الشورت ريد. وفعليا انا مع الابروتش اللي بيقول لك المابر والالاينر حاجه واحده. فلما اجي اقول لك في المنهج ايه هو الالاينر او المابر، فعليا المابر هو الاينر والالاينر هو المابر، وكل وظيفتهم ان هو يوجدوا لك البوسيبل مابنج بوزيشن وكمان يوجدوا لك احسن لوكيشن فيهم ايه. لو تلاحظوا ان الالاينر هنا هيريبورت بناء على المابر، فبالتالي ممكن نعتبر ان انا لو انا عندي المابر والالاينر هما برنامج واحد ولكن فيه اتنين فانكشن. الفانكشن الاولاني اللي هو المابر بيعمله اللي هو بيوجد لك كل اماكن ظهور الباترن جوه التكست، والالاينر اللي هو بيماتش بوزيشن باي بوزيشن او بيز باي بيز وبيريبورت احسن مكان بناء على عدد المس ماتش او عدد الماتش كاركتر. طيب اللي انا عاوز اوصل له هنا من الاخر ان انا بيكون عندي ريفرنس وبيكون عندي ريد. المابر بيكون وظيفته ان هو يوجد لي المابنج لوكيشن، يعني جوه الريفرنس هبدا منين الاقي الريد اللي انا بدور عليه. تاني، المابر وظيفته ان هو يوجد لي المابنج لوكيشن اللي هو جوه الريفرنس 3.5 بليون حرف، هبدأ منين؟ هبدأ من أنهي بوزيشن ألاقي الريد اللي أنا بدور عليه؟ ولو الريد ده موجود في ميني بوزيشنز جوه الريفرنس، فالمابر هيوجد لي كل المابنج لوكيشن. الألاينر هيبدأ يقارن لي حرف بحرف، يعني هيبدأ يقول الـ A مع الـ A ماتش، الـ G مع الـ G ماتش،
الجي مع الجي ماتش، الجي مع الجي ماتش، التي مع السي مس ماتش، ويبدأ يقارن حرف بحرف. فده الالاين. اي differences انا بسميها variations، ودي اللي هنشتغل عليها برضو خلال الترم، ايه انواع الفاريشنز. ففعليا دي بسميها variants او variations. تمام. لو جينا نشوف ايه هي التشالنج اللي بتواجه المابرز او الالاينرز، اول حاجه حط في بالك وليكن ريفرنس زي الهيومن جينوم فيه 3.5 مليون حرف، لك ان تتخيل كميه الداتا اللي موجوده في الريفرنس. ده اول حاجه. تاني حاجة ان هو has a repetitive nature، يعني تخيل ان الريد ده جاي من repeated region، فبالتالي ملوش مكان واحد، لا ده ممكن الريد اللي هو الحتة الاصفر ده يكون هنا او يكون هنا او يكون هنا. فالمابر في الحالة دي المفروض يريبورت كل البوسيبل مابينج بوزيشن، ولا هيختار لك واحد ات راندوم، ولا هيقول لك امبيجوس لوكيشن. ليه؟ لان الفكره كلها ان المابر المفروض ان هو يوجد لك احسن مكان، احسن مابينج بوزيشن او اليونيكلي مابينج بوزيشن. فبالتالي المابر عشان يوجد لك اليونيكلي مابينج بوزيشن ده هنا هيستك، لان في اكتر من مكان ينفع ان هو يكون مابينج بوزيشن. حد هيقول لي طب ما هو هيستدعي الالاينر، والالاينر ايه هيساعده يعني. فعليا الالاينر لما هيجي يقارن حرف بحرف هيلاقي ان ده شبه ده شبه ده، فالتلاتة إيكوالي، يعني مفيش اختلافات لأن الريد جاي من ريبيتيتيف ريجون. عاوز يقولك في الحالة دي المابر هيعمل إيه؟ لازم يكونسيدر البوسيبل مابينج لوكيشنز، وفعليا يحط في باله إن هو يريبورت كل دول، ولا هيريبورت واحد فيهم، ولا هيقولك ambiguous location. انت هتكوده على اي اساس؟ فده اول تشالنج. تاني حاجة ان انت ما عندكش ريد واحد بس، انت عندك 100 مليون ريد او 1 بليون ريد، لان انت عندك السيكوانسنج ران كتيرة. فاكرين احنا قلنا السيكوانسنج ماشين هاي ثروبوت بتطلع داتا بكميات هائلة وكبيرة جدا. فتخيل لو انت بتعمل الجوريزم من الالجوريزمات اللي احنا واخدينها الترم اللي فات، كنا بندور على باترن في تكست، فاحنا كان بيفرق معانا ايه؟ طول الباترن وطول التكست. انت هنا عندك طول التكست 3.5 مليون حرف لو هو هيومن جينوم، طول الباترن مش مشكلة. طيب انت ما عندكش بقى باترن واحد، عندك 100 مليون باترن هتدور عليهم جوه التكست، هتاخد وقت قد ايه؟ هتمثل التكست ازاي ابو 3.5 مليون حرف ده؟ فدي كل دي تشالنج بتواجه المابر او الالاينر. يبقى في الحالة دي هل هو هيريبورت كل الاماكن، ولا واحد فيهم ات راندوم، ولا فعليا هيقولك ambiguous mapping؟ يبقى ده اول تشالنج، المابر او الالاينر هيتعامل مع الريد اللي جاية من ريبيتيتيف ريجون ازاي. تاني حاجه السيكوانسنج ايرور وانواعها، هل هو في مابر هتكونسيدر السبستيتيوشن بس اللي هو حرف تبدل لحرف، في مابرز تانيه هتكونسيدر الانسرشن والديليشن. طبعا حد هيقول لي انت بتقولي مابر، مش احنا قلنا اللي بيعمل كده الالاينر؟ تمام، ما انا دلوقتي فعليا بقيت بستخدم كلمه مابر او الاينر، يعني الاثنين شبه بعض. من الاخر كل مابر معاه الاينر، والمابنج والالاينر الاثنين حاجه واحده، هدفهم ان هم يوجدوا لي احسن مكان لظهور الريد جوه الريفرنس. تمام، يبقى احنا نكون كده واضحين، كل مابر معاه الاينر، والمابنج والالاينمنت الاثنين حاجه واحده، هدفها ان انا اوجد احسن مكان لظهور الريد جوه الريفرنس، وهقول ان المكان ده افضل مكان، ويفضل ان هو يكون يونيك وما يتكررش. ولو كان في اكتر من مكان بقى كل واحد والابروتش بتاعه، واحد هيريبورت كل الاماكن، واحد هيريبورت افضل مكان بناء على كريتيريا معينه، او واحد يقول لك امبيجوس لان هو لقى اكتر من حاله فمش عارف هيريبورت ايه. طيب التشالنج الثانيه السيكوانسنج ايرور، المابر هيتعامل ازاي او الالاينر هيتعامل ازاي؟ هل هيتعامل وانت بتكوده exact matching، يعني الحروف كما هي وزي ما هي، ولا in exact matching فيكون flexible للsubstitution والinsertion والdeletion؟ هل هو هيويت كلهم زي بعضهم؟ يعني فعليا انا اتفقت معاك بداية من البوزيشن ده او المكان ده، الالاينر هيبدأ يشوف ايه الحروف اللي تتحط تحت بعضها، وايه الحروف اللي تتحط تحت جاب، وبناء عليه هيريبورت افضل alignment بداية من البوزيشن ده.
طب الالاينر هيعمل كده ازاي؟ هيكون فليكسبل لكل انواع الايرورز ولا حاطط في باله ايرور واحد بس؟ وفعليا الفكره كلها ان كمان الايرور مش زي بعضها، السبستيتيوشن مختلف عن الانسيرشن، مختلف عن الديليشن. فده تاني شكل من اشكال التشالنج اللي بتواجه المعبر او الالاينر. زي ما اتفقت معاكم ان ممكن يكون عندي اكتر من بوسيبل مابنج بوزيشن، وفي الحاله دي المعبر هيعمل ايه؟ هل هيريبورت كل الاماكن ولا هيريبورت واحد اتراندوم ولا هيريبورت البيست وان؟ طب البيست وان بناء على ايه؟ فاتفقنا ان انا هيكون عندي الاينر هيعمل كومبيرنج او ماتشنج حرف بحرف، وهيوجد احسن بوسيبل الاينمنت ما بين الريد وما بين الريفرنس. الفكره بقى ان فعليا انا عندي سكور اسمها مابنج كواليتي سكور، هي حاجه شبه الاينمنت سكور كده، بس فعليا في مجال المابنج او في الكونتكست بتاع المابنج او في الكونتكست بتاع السام والبام فورمات هناخد حاجة اسمها المابنج كواليتي سكور. المابنج كواليتي سكور هي اللي على اساسها الالاينر او المابر بيريبورت مكان ظهور الريد جوه الريفرنس. ايه معنى المابنج كواليتي؟ المابنج كواليتي معناها ان هي عبارة عن استيميشن لاحتمالية ان المكان ده از مابنج لوكيشن يكون انكوريكت. فعليا المابنج كواليتي ممكن تعتبرها رقم، كل ما الرقم ده زاد كل ما كان المابر او الالاينر متأكد ان مكان الريد ده صح او ان الريبورتد بوزيشن ده صح، وكل ما قل معناها المابر او الالاينر مش كونفيدنت او فعليا المكان ده مش تراستد ان هو يكون بوسيبل مابنج لوكيشن. تمام. ايه هي المابنج كواليتي؟ المابنج كواليتي عباره عن سكور، كل ما زادت كل ما انت متاكد ان البوسيبل الاينمنت لوكيشن ده او المابنج بوزيشن ده كوركت، كل ما قلت معناها ان البوسيبل مابنج لوكيشن ده انكوركت او المابر او الالاينر مش كونفيدنت اباوت البوزيشن ده. طيب ممكن تعتبر ان المابنج كواليتي حاجه شبه الاينمنت سكور، بس هنا عشان احنا هنبدأ بقى نفهم السام والبام فورمات، فهتلاقي جوه السام فورمات بيريبورت حاجة اسمها المابنج كواليتي. طيب المابنج كواليتي اعتبرها قيمة بتتحسب على مجموعة من الفاكتورز، وليكن مثلا احد الفاكتورز عدد الماتش وعدد المس ماتش والتايب اوف مس ماتش، insertion, deletion, substitution، وكمان الكواليتي سكور بتاع الريدز وبتاع البيزز اللي موجودة جوه الريد. وليكن هنا بصوا كده المابنج كواليتي هنا بعشرة والمابنج كواليتي هنا بواحد، فاكسبكتد ان المابنج كواليتي اللي فوق هي الاعلى، وبالتالي بناء عليه الالاينر او المابر هيريبورت ان المكان بتاع الريد بالنسبة للريفرنس هو كروموسوم عشرة وليس كروموسوم اتنين. ممكن تعتبر ان المابنج كواليتي في الحالة دي هي هتبقى الكريتيريا اللي الالاينر او المابر هيعتمد عليها ان هو هيريبورت البوزيشن ده، او هو هيعمل ايه؟ هيريبورت كل الاماكن بكل المابنج كواليتي، وحضرتك هتعمل عليها فلتريشن وهتاخد المابنج الكواليتي الاعلى. تمام؟ يعني المابر او الالاينر كل اللي هيعمله ان هو هيريبورت كل الاماكن البوسيبل بالمابنج كواليتي بتاعها، وحضرتك هتعمل فلتريشن وبناء على انك هتاكسبت المابنج كواليتي دي اه ولا لا، فبناء عليه هتجاوب على السؤال بتاعك اللي انت عاوزه ولا لا. وليكن ريد المابنج كواليتي بتاعه 40 وريد المابنج كواليتي بتاعه 10، والريد المابنج كواليتي بتاعه 40 ده فعليا انت شايف ان المابنج كواليتي بتاعه عالية، فانت فعليا تقدر تكمل الاناليسز على الريد ده وعلى البوزيشن ده، لان فعليا المابنج كواليتي بتاعته عالية وترستد بالنسبة للمابنج كواليتي التانية. زي ما اتفقت معاكو ان المابنج كواليتي سكور فعليا عبارة عن قيمة المابر او الالاينر بيعمل لها ريبورت لكل بوزيشن هو شايف ان هو possible mapping location. فعليا المابنج كواليتي معناها ايه؟ قيمة او رقم من خلالها انت as a bioinformatician تقدر تأكسبت ده as a mapping position ولا لا.
كل ما زادت القيمة دي فعليا انت متأكد ان المابنج بوزيشن ده كوريكت وكويس، وكل ما قلت انت هتكون less confident about المابنج بوزيشن ده. المابنج كواليتي بيتم حسابها ازاي؟ فعليا هي عبارة عن معادلة بالشكل ده اللي هي سالب 10 لوج للأساس 10 probability ان المابنج location is wrong. فعليا المعادلة دي شبه البيس كول ومعادلة الكواليتي سكور ان ذا فريد سكيل الترم اللي فات. اللي أنا عاوز أوصله فعليا كل مابر أو اللاينر بيحسب probability value لكل مابنج بوزيشن. وليكن أنا عندي مابنج بوزيشن 1 ومابنج بوزيشن 2 ومابنج بوزيشن 3. المابر فعليا هيحسب probability ان المابنج بوزيشن الأولاني ده incorrect بنسبة قد ايه، والمابنج بوزيشن رقم 2 incorrect بنسبة قد ايه، والمابنج بوزيشن 3 incorrect بنسبة قد ايه، وبناء على كده هيعوض في المعادلة دي ويطلع قيمة المابنج quality score. طبعا حد هيقول لي طب هو هيحسب probability دي بناء على ايه؟ بناء على حاجات كتير. اول حاجة الكواليتي سكور بتاع البيزز بتاع الريد عند البوزيشن ده، عدد الماتش والميس ماتش كريتيريا كتيرة جدا، عدد الريدز اللي مابد للبوزيشن الواحد. ففعليا ده بره نطاق موضوعنا دلوقتي ان هو هيحسب البروبابيليتي ازاي، بس الفكرة كلها اللي انا عاوز اوصله ان فعليا المابر او الالاينر هيريبورت لكل بوسيبل مابنج بوزيشن هيريبورت قيمة اسمها مابنج كواليتي. بناء على المابنج كواليتي دي اللي هي القيمة هتقدر تكون more confident about البوزيشن ده او about اللوكيشن ده ان الريد يكون موجود عند الريفرنس في البوزيشن ده. عاوز يقولك هنا برضو ان المابنج كواليتي بتاخد الفريد لوج سكيل، بمعنى ادق لو البروبابيليتي ان المابنج لوكيشن is wrong بواحد يبقى المابنج كواليتي بصفر، لو البروبابيليتي ان المابنج لوكيشن از رونج بواحد من عشرة يبقى المابنج كواليتي بعشرة، لو البروبابيليتي ان المابنج لوكيشن از رونج بواحد من مية يبقى فعليا المابنج كواليتي بعشرين، وهكذا. عاوز يقولك ان كل ما زادت المابنج كواليتي سكور كل ما احتمالية ان المابنج بوزيشن از رونج قلت، بمعنى ان انا هكون مور كونفيدنت about المابنج بوزيشن. يعني من الاخر كل ما زادت قيم المابنج كواليتي سكور كل ما انا اكون متاكد اكتر ان المابنج بوزيشن ده كوريكت، كل ما قلت المابنج كواليتي سكور كل ما انا بدات اشك، بدات اكون less confident about المابنج بوزيشن. تمام. طبعا المابنج بوزيشن او المابنج كواليتي سكور هتكون ريبورتد في السام فورمات، فانا لما اجي اشرح السام فورمات فانت فعليا تكون فاهم ان المابنج كواليتي عباره عن سكور، الالاينر او المابر بيريبورت الكواليتي سكور بتاع المابنج بوزيشن عشان از بايو انفورماتيشن اكون مور كونفيدنت او ليس كونفيدنت اباوت البوزيشن ده. بمعنى لو انا عندي ريد وقال لي ان المابنج كواليتي بتاعه بالنسبه لكروموسوم 1 40 والمابنج كواليتي بتاعه مثلا بالنسبه لكروموسوم 2 10، يبقى انا هريبورت او هكون مور تراستد اباوت ايه اللي هو كروموسوم 1 بناء ان المابنج كواليتي سكور بتاعه اعلى. تمام. في حاله ان المابر او الالاينر عنده المابنج بوزيشن زي بعض ومش قادر يفرق أنهي واحد فيهم الأصح، لأن فعليا كل المعطيات اللي داخلة شبه بعضها من quality score، من عدد حروف matched ومن عدد حروف mismatched، ففعليا كل اللي بيعمله ان هو بيقولك المابنج location بتاع ده صفر، المابنج quality بصفر، والمابنج quality بصفر. تاني عشان ده هيطلع لنا في السام فورمات، لما يبقى الالاينر او المابر بيريبورت ان المابنج كواليتي بصفر معناها ان هو المابنج بوزيشن امبيجوس، مش قادر ياخد قرار ومش قادر يحدد انهي واحد فيهم اصح، لان المعطيات كلها حوالين الاثنين لوكيشن دول شبه بعض، هنا زي بعض في كل حاجة، حتى الكواليتي سكور بتاع البيزز الاتنين شبه بعض. ففعليا الحالة دي ان هو بيقولك ambiguous mapping position
وبيريبورت ان المابنج كواليتي بصفر. حد هيقول لي بس احنا قلنا ان المابنج كواليتي بصفر دي معناها ان البروبابيليتي بان المابنج بوزيشن از رونج. هو فعليا كانه بيقول طالما انا ما عرفتش احدد انهي مكان فيهم الصح فانا هريبورت ان المابنج كواليتي بصفر بناء ان انا مش قادر احدد المكان، وبالتالي انا هعملها معاملة ان البروبابيليتي بتاع المابنج لوكيشن از رونج بواحد. يعني ده الفكرة بتاعة المابر. طبعا فعليا في مابرز هتاخد الاكشن ده، في مابرز هتريبورت واحد فيهم اتراندم. وفعليا انت عشان تفهم صح المابر اللي انت بتستخدمه شغال ازاي ترجع للبيبر بتاعته وتشوف هو عامل فيها ايه او مكودها ازاي او مبرمجها ازاي. تمام. في حالة الامبيجيوتي الناس ممكن تحلها ازاي؟ يعني ايه امبيجيوتي؟ ان انا عندي possible mapping position وفعليا مش قادر اقرر انهي واحد فيهم الصح. الناس بتحل الامبيجيوتي انها بتستخدم البيرد اند ريدز مش السنجل اند ريدز. عشان كده وانت من الاول خالص قبل ما تعمل سيكوانسنج بيكون قدامك اتنين ابروتش. فعليا الابروتش الاولاني انك تشتغل سنجل اند سيكوانسنج او تشتغل بيرد اند سيكوانسنج، طبعا كله بحسابه وكله بفلوسه. فعليا الناس حاليا بتشجع او بتفضل البيرد اند ريدز لان فعليا البيرد اند ريدز بتساعد انها تحللي مشاكل كتيرة في عملية الاناليسيس. تاني، الامبيجيوتي بتاع المابنج بوزيشن ممكن تتحل ازاي؟ بعض المابر بتاخد الابروتش بتاع البيرد اند ريدز، بمعنى بتقول لك وفر لي بيرد اند سيكوانسنج داتا وانا هحل لك مشكلة الامبيجيوتي. فانت فعليا عشان تتدارك المشاكل اللي بتحصل في عملية الداتا اناليسيس فانت من الاول خالص بدل ما تيجي تعمل سنجل اند سيكوانسنج داتا خليها بيرد اند داتا. طيب دي هتحل الامبيجيوتي ازاي؟ خلينا نفتكر هو البيرد اند ريز كانت عبارة عن ايه. كان عندي الدي ان ايه فراجمنت، فانا بعمل سيكوانسنج لشوية في اتجاه من الشمال لليمين وشوية سيكوانسنج برضو للبيزس في اتجاه من اليمين للشمال، وبيكون عندي الانسرت سايز معلوم. طبعا الانسرت سايز طول الدي ان ايه فراجمنت كله، ومعايا الريد من ناحية الشمال طوله قد ايه والريد من ناحية اليمين طوله قد ايه، وبالتالي انا عارف المسافة اللي ما بينهم هتكون قد ايه بناء ان انا عارف طول الانسرت سايز كله على بعضه قد ايه. بناء على الارقام اللي موجودة والمعلومات والمعطيات اللي موجودة فانا فعليا اقدر احل الامبيجيوتي ازاي. ده السيناريو اللي كان قبل كده، ان انا عندي ريد مابد الكروموسوم 10 وريد مابد لكروموسوم 2، وفعليا الكواليتي سكور عند الاي 40 والكواليتي سكور هنا عند الاي 40، والمابر مش قادر يقرر هو هيريبورت كروموسوم 10 عند البوزيشن 1020 ولا كروموسوم 2 عند البوزيشن 2139. فهو فعليا امبيجيوس في الحالة دي. فاتفقت معاكو ان هو هيحط المابنج كواليتي بصفر، هو فعليا مش عاوز يحط المابنج كواليتي بصفر. تخيل بقى ان لو الريد ده كان ليه توينز البيرد اند التاني بتاعه، والريد ده كان ليه توينز والبيرد اند بتاعه بالشكل ده، وبالتالي كمان المابر مش هيريبورت البوزيشن بتاع بير لوحده، لا البوزيشن بتاع البير التاني كمان، وكمان في حساب المابنج كواليتي هيدخل فيها معلومات زيادة اللي هو البير بتاعه مابد بنسبة قد ايه، مس ماتش وماتش بنسبة قد ايه، الكواليتي سكور بتاع البيزز في البيرز بتاعه قد ايه، والديستانس كمان ما بينهم قد ايه. فبالتالي كأن البيرد اند داتا زودت لي مجموعة كونسترين وزودت لي مجموعة انفورميشن المابر هيستخدمها عشان يحدد احسن مابنج لوكيشن في الاثنين. ايه المعلومات اللي زادت؟ ما بقاش عندي معلومات بتاع بير لوحده، لا كمان بتاع التوينز بتاعه. فانا فعليا ده التوينز بتاعه
هيبقى عندي معلومات كم حرف ماتشد في التوينز بتاعه، كم حرف مس ماتشد، تمام. غير كده كمان انا كنت عارف الانسرت سايز الطول بتاع الفراجمنت كله، وعارف اللينث بتاع الريد الاولاني واللينث بتاع الريد التاني، وبالتالي الديستانس ما بينهم اكسبكتد انها تكون كام بناء على الحسابات. وبالتالي ده برضو في كروموسوم 2 هعمل نفس الحكاية، هلاقي ان التوينز التاني هلاقي ان هو عدد المسماتش كاركتر اعلى، وفعليا المسافة هنا هلاقيها اكبر، وبالتالي ممكن هنا المابر يكون مور كونفيدنت ان كروموسوم 10 هو المكان الصح مش كروموسوم 2. وبالتالي المابنج كواليتي فعليا ما عادتش كمان بتتم على ريد واحد، لا كمان بتتم على البير بتاعه، وبالتالي البروبابيليتي بتاع المابنج لوكيشن از رونج ما عادش بيدخل فيها بس عدد الماتشد بوزيشن وعدد المس ماتشد بوزيشن والكواليتي سكور، لا كمان بتاع التوينز، بتاع الريد، بتاع البير اند بتاعه التاني، وبالتالي الديستانس والانسرت لينث والماتشد بوزيشن والمس ماتشد بوزيشن والكواليتي سكور بتاع البير، وكل ده بيأثر في قيمة البروبابيليتي، وبالتالي بيأثر في قيمة المابنج كواليتي. وبالتالي من هنا كانت فايدة البيرد اند داتا اوفر السنجل اند داتا، عشان البيرد اند سيكوانسنج اكسبيرمنت بتبروفايد مور انفورميشن ومور كونسترينز بيتم استخدامها في الديفرنت جينوميك داتا اناليسيس بايبلاين، عشان تفلتر المابنج بوزيشن، عشان تفلتر السيكوانسنج داتا ايرورز، وبناء عليه بتريسولف الامبيجيوتي، تمام. ومن هنا المابر هيريبورت ان كروموسوم 10 اللوكيشن 1020 هو احسن مابنج بوزيشن باستخدام المعلومات بتاع البيرد اند ريدز، تمام.